تلعبها وتجري. عشان كده مؤمن ولا اروع ولا اروع، واحده من افضل المباريات لمؤمن زكريا. فمن هنا وليد ازارو لسه عندك كمان كتير. مؤمن زكريا عمل مباراه اسيست في هدفين، بستغرب الناس ما بتجيبش اسمه ليه، بيستخلص الكور، بيدافع بشكل قوي جدا، عند خفيف الحركه، التكمله بيعملها 10 على 10. كمان عايز اتكلم على علي معلول وحاجه، اللاعب الكبير بالمناسبه يا جماعه بيبان في المناسبات الكبيره. اللاعب الكبير مش ماتش سهل تيجي تقول لي تألق والكلام ده ما تسمعهوش. اللاعب الكبير اللي في الضغوط دي يظهر كبير. أجاي ما جابش أهداف لكن قتال جوه الملعب. عايز أقول لكم زعلت جدا على صالح جمعة، دوره كان 10 على 10 لغاية قبل ما يخرج من الإصابة، ربنا يا رب يشفيه. بيقطع كتري والسروهات الطويلة اللي بيعملها والشورت باص اللي بيعمله، حاجة لعيب سوبر سوبر. كل اللعيبة، رامي ربيعة في مكان الناس كلها، شفت ناس كتير منهم نقاد رياضيين، رامي مش هينفع يا جماعة في المكان ده. هتقولوا إيه النهاردة يا جماعة؟ في ناس تقعد تتكلم كلام كتير جدا، اللي ايديه في الميه مش زي اللي ايده في النار زي ما بيتقال. تعال خش جوه الموضوع هتلاقي الموضوع صعب عليك قوي، لكن في التكييف وبالظروف السهله اقعد قول. انا عايزك اللي يتوقع ده ويتكلم مين يلعب مين، قول لي قبل الماتش، قبل الماتش اللي انا سمعته وفهمته اللي رامي ربيعه مش هينجح في المكان ده، الراجل بيلعب سرد باك. ربنا وفقه روفقه عشان رعيب راجل هو محمد نجيب المحترم، وسعد السمير الراجل اللي بيلعب بمنتهى القوه، وليد سليمان على الدكه راجل قاري المباراه. طب احكي لكم حاجه غريبه محدش اتكلم فيها كتير، الكابتن حسام البدري في الملعب اول ما عبد الله السعيد يسخن مفيش لعيبه تانية كانت بتسخن معاه، وبعدها عبد الله قعد يسخن حوالي 3 دقائق او دقيقتين، الكابتن حسام البدري راح جاي بعد 3 دقائق نزل وليد سليمان او واد ده يسخن مع عبد الله السعيد، انا مستغرب الامر جدا. وبعد كده نادى عبد الله قلنا هينزل عبد الله، راح جاي مقعده على الدكه، وعبد الله بكل رجوله تقبل الموضوع، وكابتن حسام عشان هو لعيب كبير واللعيب الكبير بيبقى ليه معامله خاصه، وليد تقبل موضوع عبد الله السعيد عادي جدا، الكلام كان امامنا، ونادى وليد قال له تعالى بسرعه، ونزل وليد. سبحان الله، هو ده التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، اللي انت تختار اللعيب وينزل وليد يجيب الهدف ويقاتل جوه الملعب مع زمايله رغم اللي هو راجع من اصابه. التوفيق مع حسام البدري والمباراه الكبيره، انا بقول لكم حسام البدري حاجه ثانيه خالص في المباراه الكبيره. انا عايزه يكشر، للبعض بيقول لك بيكشر، كشر بس هات لي بطوله افريقيا. كشر واعمل انضباط جوه الفرق. كشر وفرحني وفرح جماهير النادي الاهلي. هي دي الحقيقه، فوز كبير، فوز عريض ما حدش كان يتوقعه.